سؤال ان انا عندي القلم دلوقتي احنا هنصور. دلوقتي احنا مش بن الكلام ده مش صح. دلوقتي احنا عارفينه ان حصل لي ستيمولس او بريسيد ستيمولس، يعني خفت من حاجه تبقى موجوده. حلو، ده راح لريسبتورز معينه المخ ترجمها لازم عندي احساس بالالم. فالمخ بقى بروتكتيف ميكانيزم، ان المخ يبعت للجسم احساس بالالم عشان يحميني مش العكس. هقول لكم مثال في من 10 سنين كده، لكن المثال ده مشهور جدا في كل الناس اللي بيبحثوا في الالم. يعني بيلدر وقع من على سلم على مسمار، المسمار دخل من البوت بتاعه عدى الناحيه الثانيه وقع على الارض. المهم يعني خدوه بالاسعاف واستقبال وكده، بيحاولوا يخرجوا المسمار مش عارفين، سيفير بين بيصور سيفير. طب يا عمي نحاول نغير، لا كان القلم 10 من 10. طب نعمل ايه؟ طبعا راحوا مخدرينه وراحوا مقطعين جزمه بيخرجوا المسمار، لقوا المسمار من لمس صباعه مفيش نقطه دم. طب ايه نفهم من كده ايه؟ عشان خاطر المخ شاف ان المسمار دخل بعد الناحيه الثانيه ولمس صباعه، فالمخ على طول ترجم كده ان الالم لازم يبقى فظيع، فاداله الم جامد جدا عشان يحميه، لكن هو في الاساس ما كانش فيه اي دمج. فهو المخ نفسه بروتكتد، حماه انه اداله الم جامد عشان يحميه مش العكس. مش معنى كده ان كان فيه دمج. زي واحد مثلا رجليه اتكسرت، فالمخ لازم يديله الم جامد جدا عشان يمنعه انه يمشي عليها، عشان ما يعملش فيرذر دامج. مثل تالت في الحرب مثلا، لو احنا مثلا قارن، لو انا مثلا ماشي صحيت الصبح وخبطت في رجلي في السرير ورجلي وصباعي اتخبط، افضل اتنطط من الالم، من الالم جامد جدا. في حين تاني واحد في الحرب ممكن يكون دراعه مخلوع ورصاصه ضربت جنبه وعمال بيجري ولا كان في الم خالص. ليه؟ لان المخ نفسه مش فاهم دي مشكلتي دلوقتي، انا عايز اعيش، اجري. فين لما يهدى خالص يبتدي الالم يسكت. فهو الفكر نفسه ان المخ بيدي احساس بالالم عشان يبروتكت مي، عشان يحميني. فالبين بروتكتيف ميكانيزم، مش ان هو فيه دامج حصل. ممكن يكون الالم نفسه. هنوصل للموضوع. هو ممكن نقول ان هو ميكس من الاثنين. يعني الفيزيكال افكت طبعا ده الموجود وكومن، والبروتكتيف ميكانيزم انذر ميكانيزم. المخ بيبقى الرياكشن بتاعه اللي بيديني احساس بالالم. بس مفيش حاجه اسمها بين ريسبتورز دلوقتي. احنا بنعرفه ان النيرف بيوصل للمخ، المخ بيترجم الاحساس ده بانه يديني بين عشان يمنع فيرذر دامج، او يديني ان انا احمي حته او اخرج من المكان اللي فيه اصابه. ده يعني مش مقتنع بيه. انا دكتور يعني. او هو ده دكتور. بص هو انا يعني انا احترم طبعا جدا رايك، بس هو طبعا ده هو لازم في فيزيكال ستيمولس. بس احنا اللي نفهمه دلوقتي ان مفيش حاجه اسمها بين ريسبتورز. احنا فاهمين هتقول لا هو بين ريسبتورز. يعني انا هو ايه اللي احنا بنفهمه دلوقتي؟ ان المخ نفسه بقى بيوصل بيوضح للحاجه. زي هو الشخص ده مثلا، الشخص ده تاني يوم مشي مع ان صباعه مثلا ما كانش اتلمس، ما كانش بالخلاش. individual case برضه يعني. انا قصدي يعني هو ده اللي بنحاول نتفصل بيه الالم. الالم موجود يعني. ساعات كتير مثلا يعني نعمل ام ار اي وسي تي سكان واكس راي لحد وما نلاقيش ان في فيزيكال دامج، والعيان بيشتكي من ان عنده الم جامد كده. هل ده كان ان كان في؟ لا، هو في حصل ستيمولس وخف، بس الريسبتورز مدياله الاحساس ان في الم. حاجات مش بامانه مش طريقه، يعني مش طريقه او كده. واكيد طبعا عند الرجاله الاستيمولس ده عالي جدا كومبيرنج للستات. انا مش بطريقه صدقني. لا مش طريقه، دي مش طريقه بامانه، صح كده؟ عند الرجاله الاستيمولس دوت يعني. بصي هو في عوامل كتير قوي بتاثر في الموضوع ده. خلينا نتكلم على طب هل في فاكتورز بتاثر في الالم؟ هل في فاكتورز بتاثر باحساسنا احنا بالالم؟ في اللي نعرفه كل الساينتست بتقول، كل الساينتست بيقولوا ان في فاكتورز بتاثر باحساسنا احنا بالالم. واحد الاوفر ويت، لو انا اوفر ويت شويه، الدايت بتاعي، لو انا عندي دايابيتس اللي هو السكر، عندي سكر ولا لا، الحاله النفسيه بتاعتي بتاثر ولا لا، يعني عندي ستريس ديبريشن انكزايتي، الفيزيكال اكتيفيتي بتاعتي انا بجري وبتحرك وبمشي، كل ده بياثر على احساسنا احنا بالالم. طب والاكسبيرينس بتاعتك
وانتوا مش انتوا كدكاتره برضو بتلاقوا ان الرجاله لما بيجي لها حاجه صغيره بيقول لك الحاله النفسيه هو ايه هو ستات لازم الحاله النفسيه رجاله رجاله مش علاقه صحيه بس يعني حتى احنا دلوقتي اللي بنتعامل مع الالم يعني حتى البين سبيشالست اللي بيتعامل مع حد عنده الم الم مزمن بالذات بيتعاملوش معاه ان هو الفيزيكال دامج بتاعه لا في حاجه اسمها البيولوجيكال سايكولوجيكال سوشيال ريسبونس بيتعامل بثلاث حاجات مفيش مثلا حاجه معينه بس طبعا الفيزيكال ريسبونس او الدامج اللي حصل انت لازم تعالجه بس لازم تخلي بالك من ثلاث حاجات دول البيولوجيكال فيزيولوجيكال وسوشيال ريسبونس البيولوجيكال ريسبونس من الفيزيكال دامج اللي حصلت حلو بتحاول تعالجها تخيل مثلا انك انت سايق عربيه وانت بالعربيه دي في نور طلع في العربيه في ايرور طلع فخدت العربيه للميكانيكي الميكانيكي بصت العربيه قال لك مفيش حاجه بس مفيش حاجه والنور ده ايه مش عارف تعالى نفتح ونشوف كده اه ده الفيوز ضرب الفيوز بس حاجه بسيطه يعني ساعات الفيزيكال الانجري اللي حصلت لك ممكن تسبب اللور اوف سنسيتيفيتي في البرين الفيزيكال دامج تروح لكن السنسور اللي في البرين ده لسه موجود بيقول ان في مشكله في مشكله في مشكله في العينين دول اللي بيديهم اللي هم اللي عندهم السنس ما ازاش بيديهم اللاريكام والجابنتن والحاجات اللي تقلل النيرف سنسيتيفيتي ده البيولوجيكال السايكولوجيكال الستريس والديبريشن والانكزايتي كل الحاجات دي بتيجي مع الالم لكن لو انا ما عالجتهاش هتزود الالم احساسنا بالالم اكتر عشان كده لو انت عندك الم وعندك حاسس شويه بمشاكل سايكولوجيكال يعني ستريس او ديبريشن وانكزايتي بليز يعني ما تعملش فيها لوحدك اتكلم مع الدكتور بتاعك اتكلم مع السايكولوجيست اتكلم وحاول تعالج الموضوع ده لان الموضوع ده لو عالي قوي هيزود احساسك بالالم السوشيال الاستاذ بتقول لو الانسان في علاقه حلوه مع مراته او مع مراته الست مع جوزها لو في علاقه حب احساسهم بالالم بيقل احنا كمان بنلاقي في اليلو فلاكس لو واحد مثلا عنده مشكله في شغله هيلاقي احساس بالالم عالي قوي بيحس ان هو بروتكت مش عايز يرجع شغله لانه عنده مشاكل بيروح شغله في مشاكل في الشغل فالاحساس بالالم بيزيد فهو السوشيال لايف مهمه جدا عشان كده احنا لما بيجي عندك حد عنده الم لازم اهتم بالثلاث حاجات دي ما بمسكش حاجه واحده بس اتاكد ان هو ايه البيولوجيكال بتاعته اتاكد ان السنسيتيفيتي بتاعته بتاعه عامله ازاي طبعا احنا او بنعالج المشكله نفسها لكن لازم نخلي بالي من الحاجات دي السايكولوجيكال لايف بتاعته برضه وخلي بالي من السوشيال لايف بتاعته برضه خلي بالي من السوشيال برضه ما نحاولش نشارك يعني مع بعض كل واحد الهيستوري بتاع البين بتاعه لان كل واحد مختلف يعني مثلا واحد انا عندي وجع في ظهري قعدت اسبوعين ثلاثه ما نمتش ومش عارف ايه فيحكي لصاحبه فصاحبه لما يجي له وجع في ظهره يفتكر صاحبه وقال له ايه فيفتكر ممكن يعدي ده لا طبعا كل واحد الريسبونس بتاعه مختلف عن الثاني توفي وكده احساسه بالالم بيقل دي حاجه استاذ يعني مش حاجه يعني ده سليم طبعا بس هو مش العلاج الاساسي بس هو من الحاجات اللي احنا قلنا عليها الانسان لما بيصلح علاقته بالناس اللي حواليه احساسه بالالم بيقل تمام فطيب ده الجزء الاول من المحاضره بس عشان الخص بس الموضوع الخص الموضوع الالم بتاعك اتس ريل انت فعلا في مشكله بس ما تبصش الألم بتاعك إنه بس فيزيكال بص عليه زي ما احنا قلنا في عوامل كتيرة بتتحكم في الألم بتاعك واحد الستريس اثنين الدايت بتاعك ثلاثة لو انت عندك سكر أربعة الفيزيكال اكتيفيتي السوشيال لايف بتاعتك كل الحاجات دي بتتحكم في الألم بتاعك ما تبصش بس الموضوع ده انت تقدر تتحكم في إحساسك بالألم انك تقدر تتحكم في العوامل بتتأثر احنا بنلاحظ كتير قوي حتى في شغلنا لو مثلا حيان جه بسيفير بين وجاب اي جامد جاي الم جامد جدا لو انت قعدت معاه بالراحه كده الدكتور معايا بيقول له في الراحه وحتى اديته ليجيتمت انسرز للالم بتاعك
الاكس راي بتقول كذا، لا انت كويس خالص، لا الموضوع ما فيش مشاكل، بس اديته بجد يعني تقول له واحد يعني، لا انت الموضوع مش ضغط على العصب، انت تخف خلال اسبوعين ثلاثه هتلاقيه بيتحسن وتستجاب اكتر للعلاج. زي الراجل اللي احنا قلنا دخل مصنوعه في جيبه يصور بيصور بالقلم، لكن نص من الرقبه اللي سليمه كان مشي ما كانش في مشاكل خالص. هو الفكره في كده ان المخ لما يشوف، احنا قلنا الالم ان المخ بيبروتكتني، لو المخ فهم وعارف ان الموضوع مش قوي قوي هيعرف يتعامل ويتعامل كويس قوي. مش دي زي نفس القصه بتاعت لما يجي يأثروا على حد نفسيا ويعملوا له قطرات ميه وضلمه وبتاع ممكن يموت بسبب انه حاسس ان هو الموت جاي جاي؟ هو ده بيموتوه البطيء. هو المخ هو اللي بيتحكم في كل حاجه از ريسبونس يعني. طب هو في نقطه مختلفه، ساعات احنا مش بنحس بالالم، يعني مش عارفه كم كستات يعني ممكن تلاقي نفسك بتعمل حاجه واتخبطت بعدين تاني يوم هتلاقي رجلك ورمه عشان انت اتخبطت امبارح ما خدتش بالك. هل ده في باي اكتر ده مثلا ده يعني ده سبورت اكتر ما عادي اللي هو كنت مشغوله فما لحقتيش ان انت اللي هو المخ نفسه هو اللي بيديني ريسبونس الستيمولس حصل، بس هنا انا كنت مشغوله فالمخ راح بعد كده بسرعه من المكان ده ما حسيتيش شويه. فمثلا انا دماغي مشغوله، هو ده المخ هو الريسبونس بتاع البيدين بروتكتيف ميكانيزم بتاع البيان. ليه انا ما اوز بيزي اوز دوينج سمثينج ايلس؟ زي الراجل اللي في الحرب عنده شرخ في الضلوع ورجليه مكسوره وما عندوش ورجليه مقطوعه صباعه مقطوع، لكن هو مش بيشتكي بالم، هو ايه دماغه مركز ان هو يعيش، عايز يعيش دماغه. انا مركز انا ده المهم بالنسبه لي، انت مركزه عيالك، انت مركزه الطبيخ، مركزه مش عارف ايه. المخ نفسه هو اللي بيبعت الريسبونس بتاع انت حصل لك دامج، حصل لك انجن، بس المخ طب يعني اساعدك ازاي؟ هبعت لك بين كيلو بسرعه ما تلاقيش. مع بين كيلوز ما حسيتش بالالم، ثاني يوم الصبح لقيت لي الموضوع. اعتقد ده بيجاوب على سؤال ناس الرجاله مش بيزي ممكن بيحسوا بالالم جامد. ده بالنسبه للفيزيكال بين. حد عنده سؤال؟ هخش دلوقتي على يعني زي ما قلت لكم يعني بدل ده القصه، هخش دلوقتي على السايكولوجيكال بين شويه. اتفضل يا عم. بس عايز افهم شويه حاجه. اتفضل. هو ان انا شعوري ان انا متغلب على الالم ده نوع من المايند سيت، انا بظبط دماغي انه انا فوق الالم بقدر اتغلب عليه، ولا اللي حواليا بيقولك انه إيه انا عندي كذا وعندي كذا، اوكي انا عندي الحاجات دي عايش معاهم، احاول مثلا يعني اظبط الشغل اللي بيظبط مش عارف ايه اظبط الحاجات، ولا هو خلاص ما يصير اوكي او اوكي ده هو زي ما قلت يعني حضرتك يا عم، هو لازم تعالج الالم، لازم تتعامل مع الدكتور بتاعك، ولو حل الالم بتاعك اكيوت ولا كرونيك كل حاجه مختلفه، عالج الموضوع بس مش ما تعالجوش لوحدك. وزي ما قلت لك في فاكتورز بتاثر على الحاله النفسيه، لو انا مثلا بمر بحاله نفسيه صعبه شويه لازم اشوف الموضوع ده، لازم اتكلم مع حد متخصص في الموضوع ده. لو انا عندي مشكله في الشغل مأثره على حالتي النفسيه، خلي بالك ده هيأثر على احساسك بالالم. لو انا عندي مشاكل في البيت هتأثر شويه على احساسك بالالم. هي مجموعه فاكتورز بتاثر على احساسنا بالالم. يعني عايز تقول الانترفينشن وانت عندك اي نوع من الالم ده بيساعدك اكتر، ده بيساعدك وانت بتقدر انك تكون فاهم ان الالم بس مش فيزيكال دامج، ده مهم جدا. ده مهم جدا انك تفهم الموضوع، ايوه في دامج حصل البرين وداك الم، بس في عوامل كتيره بتاثر على ليه الالم مستمر. طب ليه انا مثلا انت حصل لك مشكله وانا حصل لي مشكله، انا خفيت بعد 6 اسابيع وانت قعدت سنتين ثلاثه، يعني هي نفس المشكله. على فكره ده بيحصل في لعيبه الكره، لعيبه الكره لما بيجي لهم رباط صليبي اللي عنده اراده بيخلص في 6 شهور، اللي ما عندوش بيخلص في 9، ويمكن بيبقى بيقولوا دايما موضوع ده الكره مش شغل. في حاجه بقى كمان حابب افهم من حضرتك، انه الواحد احبائي من سنه كده اتعرض لمشاكل في القلب وكان نير ديف يعني تقريبا، وربنا ده العمر تاني وكل حاجه، بس هم امبيتيد هيز ليج، بس انا بحس ان هو نشكر ربنا يعني هو متقبل الامر ده ومع يعني مش هيبرق، هو معترف ان ربنا حاسس ان هو ربنا اداه العمر الجديد، وحاسس ان السبب ده مش منه هو يعني، لكن حاسس ان هو يعني انه ربنا وقت العمر ده في حد ذاته كفايه ان هو يعيش مبسوط وكل حاجه. هي ده مايند سيت مايند سيت ولا اعتراف يعني هما الاثنين مايند سيت.
احنا في الجزء الثاني من المحاضره هنتكلم شويه على الحاجه النفسيه، ويمكن ده يجاوب شويه على السؤال. طب الحاجه دي احساسها تختلف من انسان لانسان طبعا، يعني كل واحد حساس قوي اي كلمه تتعبه في انسان ما يعني طبعا تبلد يعني كل واحد على حسب الاكسبيرينس بتاعته، على حسب الحياه بتاعته، على حسب اللي حواليه. يعني احساسنا بالالم ده بيختلف جدا من واحد لواحد، زي ما هي قالت مثلا انا ممكن اتخبط انا ما حسيتش بالالم، واحد اثنين ثلاثه خمسه سته. هي يعني هي كلها اكسبيرينسز، زي احساسنا بالالم. يعني بنتكلم عن حاجه يعني مثلا حاله نفسيه، انا مثلا ممكن واحد يقول لي كلمه تعبني، تضايقني، هو جوايا متضايق. ايوه في واحد ثاني ما بتفرقش معاك. دي شخصيات بقى، يعني ما انا يعني ما يعني ما اقدرش اجاوبك، يعني هي حسب شخصيه الانسان عامله ازاي. ما هو نفس الكلام اللي انت قلته في الاول، الانفايرمنت اللي هو عايش فيه مؤثر عليه. يعني هي خلت شخصيته حساس بسبب الظروف اللي هو المحيطه بيه. نفس الكلام اللي انت قلته في الاول. طيب احنا نتكلم شويه على السايكولوجيكال بين. انا مره حضرت المحاضره، عشان بس ما تنتهوش مني، مره حضرت المحاضره من واحد نيورو سايكايتريست، واحد يعني ماسك السايكايتريست يونت في كوينزلاند هوسبيتال، واحد كبار قوي يعني. هو اثيست، ما بيؤمنش اساسا بوجود ربنا. فالراجل بيتكلم على انا كان اساسا بيجي كل العيانين يشوفوني قبل ما ينتحروا، يعني هو خلاص جرب معاه كل حاجه قبل ما الناس تنتحر، بيودوه يشوفوني يشوفوه يعني يحاول يساعده قبل ما يموت. في حد بينتحر بيقول قبلها؟ لا، هو خلاص هو عنده ديبريشن جامد جدا، فدول يعني خلاص هم عارفين ان هم هم خلاص عارفين ان هم دول خلاص يعني they done everything، ومش عارفين ان هم يتحكموا فيهم. بيودوه للراجل، فالراجل قال لك علاج الستريس والانكزايتي والدبريشن اللي هو الضغط العصبي والاكتئاب والانكزايتي، علاجهم حاجه واحده بس. الراجل بيتكلم من ناحيه علميه، ما كانش كان بيتكلم كمان من ناحيه قعد. طبعا المحاضره كانت ثلاث ساعات، قعد يتكلم بقى عن كل حاجه انا هقولها دلوقتي، بس قعد يقول بقى الهرمون مش عارف الدوبامين بيتفرز، السيروتونين بيتفرز، مش عارف الاحساس مش عارف ايه بيحصل. قعد يتكلم طبعا كيميكالز كتيره بتحصل في المخ، وازاي الاحاسيس اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي بتاثر على الستريس والانكزايتي والدبريشن. قال لك الحاجه الوحيده اللي بتاثر في الناس دي هو ان الانسان يحس فيلينج جريتفول، الاحساس بالامتنان. ده الحاجه الوحيده اللي بتاثر في الناس دي. اي حد عنده ستريس والدبريشن والانكزايتي، الاحساس بالامتنان. انا فاكر في المحاضره واحد ايجن طلع واحد مسيحي، يعني قال له على فكره الكلام اللي انت بتقوله ده موجود في البايبل. قال له انا مش بتكلم بايبل، انا راجل اثيست، انا بقول لك علم. فادانا اكسرسايز في الاخر كده نعمله نحاول نعمله مع بعض، ان ازاي نحس بالامتنان، هاو تو فيل جريتفول. انا من يومين ثلاثه وانا بحضر الموضوع بالصدفه كده على الفيسبوك سمعت وعظة من ابونا لوكس دروس. أبونا لوكس دروس كان بيحكي ان في واحد من اولاده، يعني ناس من الكنيسه، هو علماني، بس مر بظروف صعبه قوي وجاله اكتئاب، وحاولوا معاه في الكنيسه انهم يطلعوه من الحاله دي، مش عارفين يطلعوه لدرجه ان هو شك ان هو ممكن ينتحر. فكلمه ابونا قال له ايه الحاجه، ابونا واحد من اولادك بيمر بالموضوع ده ومش عايز يقول لنا كلام، مش عايز اي كاهن يزوره. فابونا راح مكلمه راح بيقول له حد سمع القصه؟ طب حد سمع فيها؟ طب انا يعني هقول اللي ما سمعهاش. فراح ابونا قال له ازيك يا ابني؟ قال له هاي عايز ايه؟ يعني رد عليك. قال له انا بس بطمن عليك انت عامل ايه؟ قال له انت عايز ايه؟ قول لي اللي هتقول لي عليه هعمله. فراح ابونا اتخض كده. طب امسك لي ورقه وقلم واكتب لي الحاجات الحلوه اللي ربنا عملها معاك في حياتك. بس. مش انا انت بتقول انا هتعمل لي اللي انت عايزه، اللي انا عايزه اكتب لي الموضوع ده. قال له حاضر. ثلاث ايام عدوا وربنا لقى تليفون بيكلمه، الشخص ده بيكلمه بيقول له الشركه بتاعتك نفعت. الاحساس بالامتنان فيلينج جريتفول خلاه يرجع تاني للحياه. يبقى ابونا خدها من الناحيه الدينيه، احنا هنفكر
افكر فيها من ناحيه العمليه شويه، زي ما الراجل ده قال الدكتور السايكاتري ده. طب ازاي انا امارس حاله الامتنان؟ هو ده اللي قال بقى الكلمه دي، كلمه ثانكس، تي اتش اي ان كي اس. انا تي حرف تي ثينك وات از لايف اباوت، الحياه انت فيها دي عايشها ليه؟ الهدف منها ايه؟ هل الهدف منها انك انت تروح وتيجي وتعمل، ولا تبقى ثانكفول انك انت لسه عايش عندك فرص في الحياه؟ ثينك ده يوم جديد، ده يوم ليك جديد، اشكر على اليوم ده. هو قال لكش اشكر ربنا، حتى الراجل بيقول لك مش اسمك، اشكر ان عندك يوم وانت لسه عايش لسه موجود. تي ثينك. اتش از تو هيلب سمون. قالك اكتر ناس مبسوطه في حياتها هي الناس اللي بتخدم والناس اللي بتساعد، مش العكس. اكتر ناس بتخرج عن نفسها وتخدم اللي حواليها هي اكتر ناس مبسوطه. مش لازم نخدم يعني في سيرفيس او ان انا اعمل خدمه، لا. قالك ممكن انك تفتح الباب لحد، انك انت في الطريق سريع وتدي جيف واي لحد، انك انت حد معدي الشارع تساعده، مش قادر تعمل اي حاجه just give some money. اي عمل فيه help can make you happy. D and H. A appreciate someone. بابا ماما بقى كتير ما كلمتهمش، كلمهم في التليفون. صاحبك عمل معك خدمه، كلمني في التليفون قول له انا ميرسي خالص اللي عملته معايا، حتى نسيني بعد اذنك ميرسي خالص اللي عملته، انا مش ممكن انسى الخدمه اللي انت عملتها لي. When you appreciate someone, you appreciate yourself. كل ده بيعود عليك انت. T H A N N Notice beauty. بص الجمال بتاع الطبيعة. تأمل في جمال الطبيعة. بص لأي طبيعة جميلة وحلوة. قال أينشتاين، قال أنت ممكن تمشي كل حياتك تقول اللي حواليك ده معجزة. معجزة بتحصل أو ولا كان في حاجة خاصة عدت. زي الشمس بتطلع وتغرب، زي الكواكب عايشة، زي الكواكب بتلف حولها، زي الأرض بتلف، كل الحاجات اللي ممكن تتأمل فيها تخليك تخرج بين بره نفسك شوية. Notice beauty. K keep perspective. يعني إيه keep perspective؟ حد عارف يعني إيه keep perspective؟ keep perspective اللي هي عارف أنت اللي يشوف بلاوي الناس يهون عليه بلوهم. بالظبط كده. يعني بص لنفسك بس انا بمر بموقف صعب شويه، انا بمر بضيقه بس صدقني في ناس كتير بتمر اكتر من انت بتمر، فتشكر بي ثانكفل على انت بتمر بيه. يعني انا لما كملت في الكلمه دي keep perspective، فعلا ناس كتير بتمر بحاجات اصعب، بس احنا لو حتى keep perspective لسيد المسيح نفسه مهما تعرضنا لمشاكل في حياتنا وصعب في حياتنا، لو قارناها بسيد المسيح ولا حاجه. لو انت تتقلب المسيح تقلب اكتر مننا، لو انت عشت في صعاب المسيح عز في صعاب اكتر منك، لو انت تعذبت هو تعذب. فكيب برسبكتيف دايما، كيب برسبكتيف لسيد المسيح وكيب برسبكتيف للناس اللي حواليك، ده يخليك مبسوط وثانكفول للحاله اللي انت فيها. اس سي ثانكس، اشكر. النهارده اوحش يوم في حياتي وعندي مشاكل قد كده، اشكر. اصحى الصبح كانت ليله صعبه جدا، اشكر. انا مش الراجل حتى لو بقول لك يعني بقول لك حتى لا قالوا اللي انت بتقول ده يعني ده كان شاكرين في كل حين، ده مكتوب في توقات انا بقول لك وهو مسك بقى كل نقطه من دي وقال لك ازاي الهرمونات بتشتغل، بس الكلام ده كلام ساينتفك. Just say thanks. احنا نشكر، احنا بقى بالاول ان احنا عارفين نشكر مين. هو قال لك اشكر بقى، اشكر الطبيعه واشكر الجو واشكر مش عارف، احنا نعرف احنا بنشكر مين، احنا نعرف نريليت للكلام اللي بيقوله. صح؟ تي تي ثينك واتس لايف اباوت، فكر الحياه دي. ربنا مديك يوم جديد حتى لو كان حياه صعبه، بس اشكر في فرصه جديده. اتش هيلب، اي فرصه انك تساعد، مش لازم تكون مساعده جامده، ساعد. give way لحد في الشارع، لو ساعد حد في الشارع، لو ست كبيره بتسوق العربيه، help هتبقى مبسوط. and not beauty، تأمل في جمال الطبيعة.
الطبيعه بتاعت ربنا. كي برسبكتيف ايه ابريشيت سمون حتى من الخدمه ابريشيت ما تبريشيت سمون هاي انت بتبريشيت يور سيلف ما تشكر حد لان انت مبسوط واس سي ثانكس اشكر انك معاك هتلاقي نفسك كل ستريس كل ديبريشن كل الانكشن عرفنا الألم فهمنا يعني الألم بيشتغل ازاي الألم بروتكتيف ميكانيزم مش معناه ان في دامج كامل لا ممكن يكون في ألم موجود بس ما يكونش في دامج خالص عرفنا الفاكتورز اللي بتأثر في الألم لو انا اتحكمت فيها ممكن اخلي احساس بالألم يقل شوية انا ما بقولكش ما تروحش تعالج الألم بس تفكر وتحاول لا اروح اعالج سبب الألم بس خلي بالك ان ممكن عوامل كتيرة ممكن تكون مؤثر في صحتك أمرك لو انا اوفر ويت شوية لو انا السكر بتاعي مش متظبط او انا الدبريشن بتاعي مش متظبط وعرفنا بعد كده الدبريشن والانكزايتي والستريس ازاي فيلينج جريتفول وفيلينج ان انا اشكر ازاي ممكن يساعدني ان انا اتغلب على اي امراض نفسيه. كل حاجه كلمه المساعده دي انك تساعد خصوصا الناس اللي طلعت على المعاش. ايوه انا واحد من الناس بس طلعت على المعاش وبعد فتره مش قاعد في البيت. ايوه فكان احساسي ان انا انسان مستني الموت مستني ماليش لازمه وانس ان ربنا بعت لي خدمه حسيت ان انا ليا دور في الحياه بدات اعيش من جديد. الناس اللي طلعت على المعاش يحسوا بالحته دي طبعا بيأثر طبعا في الحياه النفسيه. ميرسي لمحبتكم لو حد عنده اي سؤال اتفضلوا. عندهم بين من العيلة من البلد هم كبروا بيها كونديشن حواليهم وقت كده انت مش عارف تساعدهم ما تبقاش عارف تساعدهم ازاي يعني الولاد قاعدين قدامك وانت اوقات بتحس انك انت فشلت انك تساعد الولد ده عندك نوع من الفشل ان انت يعني كنت بتعرف صوتك هو كان يدب لما تشوف اولاد في السن في هاي سكول يستلموا الاكل did not have to smile in the true world so good morning look at you في بنت بنت مدرسه في السبع بعدها you're a good kid you must take it now you're an amazing child they don't think في ناس لما تحاول حتى تساعد واحد غير بتقول هم مش مصدقين كده واحنا كمان اوقات لما زي ما حضرتك قلت ان احنا نشكر ونعمل الحاجات دي ودي حاجات بتساعدنا فعلا وعمليه اوقات ما بنصدقش كده بنتغلب على الحاجات الاسباب. انا كنت هيالي انكل يعني دايما بلوف بفاميلي لازم نشوف العيله عامله ازاي بابا وماما عاملين ازاي وده طبعا متهيألي ده واجب الكنيسه ولو انت شفت في حاجه متهيألي لازم نروح للاب الكاهن ونتكلم معاه كمان ولادنا يعني ده برضو ده لازم احنا ناخد بالنا عشان نساعد ولادنا من دلوقتي ولادنا بيكبروا في مجتمع صعب مجتمع فيه حاجات كتير صعبه وتشالنجز كتيره فاحنا كمان عايزين لما ولادنا يكبروا ان هم يقدروا يتغلبوا على دي يعني يبقى عندهم الاساسيات الفاونديشنز اوكي لايف سكيل اي كود هاف انزايتي كود هاف ديبريشن بس هاو كان ات اوفر لما يشوف بابا وماما متهيألي دايما بيشكروا ومش بيشتكوا ودايما شاكرين ربنا على كل شيء ده هيوصل. انا يعني متهيألي الابن مش بس بيسمع الابن لازم يشوف بابا انا مش بابا بيعمل كده هيتعلم مش ان انا اقف انصحه وكده هو ده يعني باي اكزامبل لازم بابا وماما يعملوا كده بابا وماما يشكروا على طول دايما فرحانين دايما مبسوطين وكل ما كان في شكر وامتنان هتلاقي دايما ان في الاب والاب نفسه حاسس ان هو مبسوط وفرحان. طيب حاجه كمان تانيه انا كان في